عغير موجة. لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب، هن عغير موجة. مرحبا مستمعينا، حلقة جديدة من عغير موجة، والضيف كمان عغير موجة شربل روحانا. قبل ما نسمع التقرير الخاص بشربل بدي أسأله، ليش هالقد متاخد بموسيقى الجينيريك؟ لأنه عن جد عغير موجة كمان الموسيقى حلوة. تعرف لمين؟ لا. مشروع ليلى بتعرفون؟ حلوين، حلو الموسيقى. بيعجبك شغلون؟ مش كتير سمع لهم، بس هلا الموسيقى اللي عم بسمعها حلوة. يعني في الكمانجة اللي عم يشتغل والهيك، كل التوليفة إذا بدي أقول حلوة. رح نسمع التقرير الخاص فيك ونتابع الحوار. شكرا. شربل والعود توأم لدرجة إنه عروق الإيدين صاروا يشبهوا الأوتار، وروح روحانا سكنت الآلة الشرقية. من الموسيقى ما كان في مهرب، فالعيلة تتنفس أنغام. من المدرسة توجه شربل روحانا مباشرة إلى جامعة الروح القدس الكاثوليك، حيث نال دبلوم بالعزف على العود وماجستير بالعلوم الموسيقية. قلت لي جاي زيارة حتى يدرك ويعنار، وانطرتك حتى الجارة عرفت شو عندي أسرار. ما تأخرت الأعمال الموسيقية الخاصة كتير، فبالعام 93 صدر الألبوم الأول بعنوان ذكرى، لكنه ما بقي ذكرى يتيمة، فتوالت بعده الانتاجات الموسيقية يلي تنوعت بين مقطوعات وأغنيات أدتها أصوات عربية مميزة. شربل أيضا تحول من مؤلف وعازف إلى مؤدي، فأظهر طاقات صوتية نالت استحسان المستمعين والنقاد. تركني الله من قواعد العمل بمسيرة شربل الفنية التحديث. صحيح أنه حريص على التراث والأصالة، إنما وسع إمكانات إلته، حتى قال عنه الفنان مارسيل خليفة: يأتي شربل بدوزنته لإيجاد صوته الخاص والانحناءة طويلاً إلى الصوت العام. نعم يا شربل، إن شقاء التجديد المتعثر أفضل من سعادة التقليد المتحجر. من كل مدارس العود التقليدية استقى شربل حبر لريشة عوده، فجاءت النتيجة نصوص موسيقية ملونة وما بتشبه بعضها، من ذكرى أول العنقود إلى سلامات ومدى ومزاج علني وكي لا ننسى، مرورا بالعكس صحيح وخطيرة وشغل بيت، وصولا إلى دوزان. ما استسلم ابن عمشيت للموجة التجارية السائدة، بل حافظ الإنتاج على الرقي المعهود. بيدرس شربل روحانا الموسيقى بجامعة الروح القدس وبالمعهد الوطني العالي للموسيقى، وبين الحصة والحصة بيحمل عوده وبيجول على مسارح لبنان والعالم. مش عارف إذا كان الحق علي لما زعلت، مش عارف إذا كان الحق علي لما زعلتي، بس أكيد إنه قلبي بعده معي، عقلي وروحي بعدهم معي. حبك من تأليف شربل روحانا وبصوت نادر خوري الجميل جدا. مظبوط. شو بقى من هالأغاني الحلوين ما بينلعبوا على الإذاعات، بدنا نفتش عليهم تفتيش تنسمعهم على الإنترنت، أو يمكن موجودين بمكتبات بعض الأشخاص يلي بيتزوقوا الموسيقى، ليش ما منسمع بكثافة هيدي الأغاني شربل؟
عارفي أهم شيء إنه طلعوا الأغاني، يعني أنا كتبتهم أو لحنتهم أو نفستهم، هذا شغل كتير مهم بالنسبة لي. هلأ بعدين في تدخلات بتعرفي إنه تتخطاني أنا، يعني أدي أنا بعرف كيف وصل الاغنيه تبعي، وقد يمكن معي مصاري وصل الاغنيه تبعي، وقديش ممكن اتعامل مع شرك قادره توصل هالاغاني. هي يعني مرتبطه بكتير عوامل. انا مثل ما بيقولوا باللبناني بيقولوا يعرف من اين تؤكل الكتف، بس بهالمجال هيدا بعترف انه لا اعرف من اين تؤكل الكتف. تعرف يعني من اين تؤكل الاذان؟ يعني انا عم بحكي مع شعر هلا، ما بدي خلص. انت كمان شاعرك الحال، وخيك كمان شاعر، منشان هيك بدي اسالك، هل الفن بينتقل بالوراثه؟ يعني انتم معروفين بالعائله، عائله فنانين، ابن خالتك مارسيل خليفه، خيك بطرس روحانا، انت شرب الروحانا، هل هيدا الشيء بالجينات بينتقل؟ ممكن بالجينات، وممكن كمان اذا بدك كمان بالواحد بيتاثر كمان بالمحيط الموجود، بس بده يكون في بعد شيء من جوا عند الشخص. خلينا نقول الجينات اكيد يعني، والمشروع بده يقرر الواحد يفوت فيه. يعني ما بتعرفي صعوبه الواحد يكون موسيقي او فنان من هو. انا كنت اقول بدي يكون موسيقي انا وصغير، بس ولا كنت فكر شو معناتها موسيقي، وكيف معناتها الواحد بده يواجه كتير صعوبات، بعكس الناس يلي اذا كنا نقول لهم انه شو عم تدرس موسيقى نيالك، او انت بتضل تنطن، بتعرفي هالكلمه بتسمعيها على طول، وخصوصا وقت كنت عم بدرس، انه بيعرفوا الناس انه حكيم مهندس الى اخره، بس موسيقي انه جاي يتسلى بهالدنيا، مش مهنه، شغف. هي تحصلي على شويه فرح من الموسيقى ومن الشعر ومن الكتاب ومن كل شيء، بتعرفي قد الواحد بيموت وبيعيش. يعني بقى هذا قرار، يعني انا بحكي لتلميذي او بحكي لاولادي، او انا ما في اصنع موسيقي من حدا، يعني هو بده يكون مقرر وحده انه بده يتحمل كل المراحل الحلوه والمره هي اكيد اكثر، يعني تيحصل على هذا العسل اللي بده اياه، اذا نسميه عسل. يعني هل التعليم لانه الموسيقى وحده ما بتكفي تعيش الفنان بلبنان، او التعليم لانه هيدا ايضا بالنسبه لك رساله وحب؟ بتعرفي اوقات بضيع الواحد اذا عنده كتير شغلات يعملها بهالدومين، يعني اذا كان بده يعلم، بده يلحن، بده يوزع، بده يكتب، يعني ايام كتير بفضل كون بالتلحين وبالستوديو، حتى مش بالحفلات بعض الاحيان، بس بعض الاحيان بشتاق للحفلات، بشتاق اني كمان يعني خصوصي وقت اكون عم بعلم، يعني بحب انه بعد ساعة من التعليم انه قدرت تكون مفيد بمكان ما، هذا بيعطيني شعور حلو، خصوصي اذا حسيت انه بتعرفي في بتبقى قضي مخفية بعض الاحيان بالعزف او بكل شيء بهالحياة، يعني بدعني شورت كات للتلميذ او لاي شخص اذا شافها انبسط فيها وحسيتين انبسط، انا هذا بيوصل لي هذا الفرح كمان لالي انا. بس بصراحة اكيد، يعني بيقولوا كلي لنمي دو بيان سي لو ميو، يعني انا بالنسبه لو ميو هو اني اقعد اكتب موسيقى، اني فكر اتامل ويطلع شيء بنسميه انكونو، يعني ما اكون انا عارفه شو هو هلا، يعني انه وقت بيعلم الواحد اجمالا بيكون عارف المدى، خصوصي لانه في قدامك تلميذ بيعرف الواحد انه مش ممكن كتير يشوط هو، يعني بس اذا بقعد مع افكاري ومع حالي، يعني في علامة استفهام وعلامتين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهو حلوين كتبت من فترة أنه فليسقط كل اليقين أمام علامة استفهام واحدة، يعني حلو الواحد يروح للمكان المجهول أكيد. الغريب الغريب، وبيطلع أنه بالكتابة الشعرية والموسيقية ما هيك بتأمل لي هذا الشيء. لو كفيت مشروعك بالغرب وما درست بلبنان وما قعدت هالفترة الطويلة بلبنان، يمكن كان فيك تكون اليوم متفرغ أكتر للمشروع اللي أنت بتحلم فيه؟ ما بعرف، لأنه يمكن كمان برا عندهم مشاكل الموسيقيين، يعني كمان عندهم كيف يأمنوا لقمة العيش، مع أنه في تأمينات كتير إن كانت صحية، ولا إذا عندهم أولاد ما بيعطلوا همهم كتير مثل هون، يعني في كمان خدمات اجتماعية وإلى آخره، وفي سياسة دولة عم تترسم، أو كلنا نحن محرومين منهم، نحن يعني عم نعمل كل شيء بإيدنا، يعني كل المواطنين بلبنان يعني أو بالدول العربية، أغلب الدول العربية. بتمنى كنت أنه اتفرغ هادي، ما بعرف أنه إذا بتسائب بفرنسا أو بأمريكا أو بأستراليا أو بكندا، أنه يكون متفرغ لمشروعي خلي سميه حياتي، يعني مش بس موسيقي، وأنه الواحد نحن عنا يعني يمكن اللي بيشوفنا من برا يفكرنا كسولين، عنا كسل،
انه بنقعد اوقات كتير في صمت وفي تامل، بس هذا كله عم بياخذ من الطاقه، وهذا كله حياه وحركه بالداخل عم بتكون، بس اللي برا ما على طول بيفهمها وبيقول نيلك، يعني اذا شافك عم بدي اعود او عم تقري قصيده مثلا. العود تحديدا، انت فنان شاب ومن صغرك اخترت آلة العود، الآلة التقليدية اللي بتوحي بالقدم وبالتراث، إنما شرب الروحانة قدر يحدث، قدر يدخل أمور جديدة، قدر يوصل أغاني مودرن من خلال العود. كيف قدرت تصنع هيدي النقلة بين هالآلة التراثية والفن الجديد يلي انت قدمته من خلالها؟ يعني أنا جاي من مدرسة لبنانية عمرها عشرات السنين، يعني جاي من الأخوين الرحباني، زكي نصيف، مرسل خليفي، زياد الرحباني، هذه لبنانية. يعني أكيد كل اللي ذكرتهم ما تعاملوا مع التراث بشكل جامد وبشكل تقليدي، كل واحد أضاف نظرته الخاصة ولونه الخاص، وخلى الأغاني التراثية أو اللي عندها نفس تراثي أعطاها بقالب جديد وحلو، ونحن هودي وصلوا لنا. يعني من ناحية ما قلنا بالفضل لأنه هودي وصلوا لنا، وما حدا قاله بالفضل أساسا، يعني أي حلقة وأكيد بتيجي لثقافة الشخص وكاركتير الشخص، أو بيصطدموا مع بعضهم بشكل إيجابي بيطلعوا هالكونفلي، هذا بيطلع شيء جديد. يعني أنا ما بحب أنه يكون شيء مش يعني شيء عامله مبارح ما في أرجع كرره اليوم إلا إذا اضطريت. مشان هيك كتبت غنية لشو التغيير، لأنه في فترة حسيت عم بعيد قدام ذات الناس نفس الموسيقى، كل شيء عم بيشبه بعضه، مش بس أنت عم بتعيد، كل المشاهد كانت عم تنعاد أو بعدها عم تنعاد. يعني منشان هيك هيدي الغنية فرضت نفسها. طلع ديني من هالفترة هيدي وكتبت الغنية، يمكن أحسن شيء بهالفترة أنه كتبت الغنية. عازف عود وبيحمل العود ويطلع منه هاي كيفك سافا، هيدا الفرق يلي عم بحكي عنه. هيدي الصورة المعاكسة يلي أنا عم جرب أقولها، أنه هاي كيفك سافا غنية كتير جريئة وحديثة مودرن، طالعة من فنان بيحمل هالعود، وحتى صورته بمخيلة الجمهور العربي مرتبطة بالعود. هيدا اللي أنا عم بقصته شربل. نرجع على نفس السبب، يعني نتيجة إذا بدك الوراثة الفنية اللي نحن أخذناها، ونتيجة أنا كمان شو درست، كيف درست موسيقى، ونتيجة احتكاكي بهذا العصر، ونتيجة الوضع اللبناني يلي أنا وياك بنعرف أنه في أزمة هوية بلبنان. نحن ولا كأن عنا خجل من اللغة العربية أو من التراث الموسيقي العربي أو من بعض العادات والتقاليد. يعني منحب اللغات الفرنسية واللغات الأجنبية بشكل عام، يعني عرفتي كيف، إذا بتمشي بالحمرة أو بتمشي بالأشرفية هلأ بتسمعي الشباب والصبايا إنجليزي أكتر شيء وفرنسي، يعني هذا أو عربي هابط بقى، هذا بيصلي. يعني ما احنا عايشين كل يوم احنا نستعمل هذا اللغة، يعني اللغة المخلوطة، عرفتي كيف، بتحسي انه هيدي برا ما بتصير. يعني اذا كنتي بفرنسا بتشوفي عم بيحكي فرنسي، بامريكا عم بيحكي انجليزي، الى اخره باليابان بيحكي ياباني مثلا، بالصين صيني. بحس انه نحن اللي عنا ازمه ثقه بنفسنا وعنا ازمات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه و و يعني معبيين بالازمات، بنصير نحس بانه نحن اضعف من غيرنا، مش بس مرتهنين سياسيا، مرتهنين حتى فنيا ولغويا ثقافيا كل شيء. يعني مشان هيك الواحد بيدافع عن هذا الموضوع. الصبايا بعد حفلة كنت أنا كان معنا ساكسوفون وكان بيانو وباس وعم بغني غنيت بالعربي، بقى سألتني سؤال ذكي، يعني إنه أنت بدك تدافع عن اللغة العربية وعم تنتقد وكذا وكذا، عشو معك الساكسوفون، عشو معك البيانو، عشو؟ قلت له أول شيء أنا وقت بقول الغنية مش معناتها إنه أنا معفى من هالتأثيرات، حتى أنت بتقول هاي وكيفك وسبب هيدي أولا. يعني ثانيا بس بعتقد انه كل واحد منا عنده الحق اذا بدي كده بنسميه حق، يعني انه يستعمل اي لغه بده اياها، بس انه انا كلبناني بحط علامه استفهام، انه انا كلبناني وبنتمي لمحيط عربي، انه ما بعرف ركب جملتين عربي على بعضهم او ما بعرف اقسم جملتين على العود، او يعني بده يكون الواحد اكيد من تراثه عنده معلومات ان كان لغويه ولا شعريه ولا ادبيه ولا موسيقيه بتتعلق بالتراث، من هون انه يكون اجراء على الارض بالجذور ويطل، بس انه الواحد يكون انه ما بيطيق العربي او ما بيطيق الموسيقى العربيه لانه ما بيعرف عربي ولانه ما بيعرف موسيقى عربيه، هذه بتصير المشكله. بعرف دكتور بالجامعه اللبنانيه يدي قريبي، يعني دكتور باللغه الفرنسيه
بس تسمعيه عم بيحكي بالايش والليش، يعني عرفتي كيف؟ حافظ على اللهجه، تحسي ما بيعرف فرنسي اذا عم تحكي معه، بيطلعوا بيعلم فرنسي، وفرنسي هو كمان يعني معه الجنسيه، يعني انه الواحد بيكون مرتاح مع حاله. انه اذا انا عم بحكي مع فرنسي برا بفرنسا بدي احكي فرنسي، وبرا احكي عمشيتي هلا يعني او لبناني، او اذا كنت بامريكا ذات الشيء بحكي انجليزي مكسر بس بحكي. رح نسمع بالعربي او هاي كيفك سافا. هاي سافا. هاي كيفك سافا، من وين جبتها يا لبناني؟ بعد نقص هتشاف بتصفي عقلياني. كيفك سبا سبا، من وين جبتا يا لبناني؟ بعد ما اصفت شاب بتصفي عالكلياني. شو بتشكي كلمة مرحبا او صباح الخير؟ في اجمل منك سعيد يعني مساء الخير. مدامك عم تاكل منقوشي شطري اكعدت بقولي يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، دخلني عالمصمودي. هنا صوت لبنان. واو سهرة كول، كل شي بيخلص في تماش، خلطوا شرقي وغربي مونديو كل مغياش. واو سهرة كول، كل شي بيخلص في تماش، خلطوا شرقي وغربي مونديو كل مغياش. دلعونا زعلاني مش عم تعرف حالك، اشتاقت عبو الزلف تتغني موالك. مدام هالعود بإيدك دقلي وكنسل مواعيدك. يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، دوبني بتقاسيمة. كنسلوا مواعيدكم وخليكم معنا بعغير موجة. شربل، امتى قررت تنتقل من مجرد العزف الى الكتابة والغناء؟ الغناء مبلش معي من انا وصغير قبل العزف، انه كنا نغني نحن عائلة كبيرة، ومثل ما تفضلتي وذكرتي بالمقدمة انه في فنانين وفي موسيقيين، وكنت انا غني بجوقات ان كان مع مارسيل وقتها كان بعمشيت قبل الحرب اللبنانية، كنت غني مع البنات لانه كان صوتي بناتي وكان يدعم منيح يعني. بعدين مع انطوان خليفة خيو لمارسيل بوقت الحرب كمان شكلنا فرقة واسمها فرقة المحبة، عازف الفيولون. بقى كان الغنى قبل عندي من العزف. بعدين تعلمت بيانو أول شيء، بعدين انتقلت للعود، حسيت أنه بحب العود وتأثرا بمارسيل أساسا، ورحت بمشروع موسيقي صعب شوي كان يعني، بين منهج عود بين أعمال موسيقية، بحس الواحد أنه بده يعبر بطريقة حسيتها فترتها أنه هذه الطريقة بتشبهني أكثر شيء. أنت عرفت بالأول كعازف مش كمغني أو كاتب، وبعدين حسيت أنه أنا في جانب عندي عم بخفيه ومش حابب أخفيه، إنه مبسوط إنه مش أكتب. على فكرة أنا ما بكتب لأنه كتير يعني كلمات اللي سمعناهم كتابتي أنا كتبتهم أنا، بس إنه ولا مرة كان عندي يعني هاجس الكتابة إذا نسميه هاجس يعني، بس مدري كيف كتبت كم نص بعد 2004-2005 وطلوع صرت أكتب بعض النصوص اللي بحسها كتير يعني، ما عندي صناعة الكتابة إذا بدك، عندي الإحساس يلي بيفيض بعض الأحيان بعبر عنه يعني. قبل ما يكون في عمل ذكرى يلي هو ب93 كان في عندي أعمال غنائية عملتها بالثمانينات بأواخر الثمانينات، واحد اسمه تنشوف بال87 والتاني اسمه يوم عليك ويوم عليك، والنصوص كانوا لبطرس بأغلبهم، بطرس روحانا خيي يعني. بس رحت على الموسيقى بعدين وحلو كان هذا المشوار، وبعده ماشي المشوار يعني، هلا ما بعرف وين بيخدني. عشان هيك يلي بيوقف موقف معترض هذا، انه كيف هذا كان يعزف عود صار يغني؟ طيب انه اذا طالما انا عم بعبر عن نفسي في فرح داخلي عندي عم فتش عليه، ما كلنا عم فتش على شيء بالنهايه، اذا لقيته بالشعر او بالموسيقى او بالرقص او 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 مش غلط. الغلط انه الواحد ما يفت يعني ما خلص يحط حاله بقالب معين يقول انا عازف عود، انا استاذ بالكونسرفاتوار، انا كذا انا كذا. هي بتعطي ضماني وبتعطي راحه، اذا بدك الروتين بيريح بعض الاحيان، بس اذا الواحد ما بده يتعود وما بده يعني بحس حاله ناقص اذا تعود على نمط معين من الحياه. انا مش انا يعني كثير، يمكن ما كنت وصلت بسهوله هالقد للناس للشعب لو ما قدمت لهم أغاني، لو اكتفيت فقط بالألحان والمعزوفات للأسف أكيد.
هي هذه صدقيني تحصيل حاصل، يعني مش هدف، يعني مش هدف انه انا كيف بدي اوصل للناس، خليني اعمل غنيه. دليل على ذلك انه بعد خطيره يلي نزل 2006 انا كان ممكن سمره انه اشتغل كمان اغاني واغاني واغاني، لا رحت على هاند ميد يلي هو موسيقى بال2008 ونزلناه يعني بوقت الاحداث بال2008، الاحداث اللبنانيه اللي صارت بين الافرقاء اللبنانيين، يعني بذات الفتره ما رح نستفيدهم. بس ودوزان بال2010 موسيقى عودين، يعني ما في نيه انه الواحد مش عارف كيف انه نجحنا بخطيره كيف بدنا نشتغل اغاني. لا لا لا، بغض النظر عن الانتقادات على كونك انتقلت إلى صورة المغني والمؤدي، شرب الروحانة على المسرح حدا كتير مهضوم، كتير بيتفاعل مع الجمهور والجمهور كتير بيتفاعل معه، يعني أنت عندك مكونات المغني. لا أنه حلو الواحد تعرفي لو شو ما عملت، يعني بقى بأي مطرح أنا ما بعلم، حتى ما بحب هالنص ساعة أو هالساعة لان تقطع تقطع بدون إضافة، يعني بدون ما يكون في شيء حلو صار بهاللقاء. مشان هيك بعض الأحيان لا التعليم ممكن يكون متعب، لأنه ممكن الإضافات بدها كتير 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 وقت، بدها كتير جهد مع الناس تستوعب أو بتحضن. يعني الأكاديميات هي الأصعب إذا بدك، يعني بيكون في عدة أنواع من الناس، يعني شباب وصبايا وكبار بالعمر وإلى آخره، وأوقات أولاد صغار. بس الموسيقى والغنية مش مضطر الواحد كتير يفسرها، ما بيفسرها، بيقولها مثل ما هي وبتوصل على أحساسهم. بينما إذا عم بعلم بدي فوت على تفصيل التفصيل لعلمه، وهون بيصير إذا بدك التعب. بقى نرجع موضوع لأنه الإضافة مهمة، يعني بأي حديث بأي لقاء بأي شيء يكون في شيء جديد وحلو. معظم الأغاني اللي أنت بتكتبها هي أغاني نقدية للمجتمع اللبناني، هل قدم تعبك مجتمعنا شربل؟ لا مريحني، حطيت أصبعي على الجرح. أنا بحب الأعمال يلي وقتها بقرأ شيء أو بسمع شيء بحسه عم بيعبر عني. أوقات ما بيكون عندي الوسيلة واللغة وحتى الفكرة الموسيقية، بشوفها عند غيري عملها ببسط كتير. بحس أوقات نحن كإنسانية إنسان واحد ممكن بنتمي للإنسان، يعني ببسط فيه أنه عمل شغلة. بقى أنا بحس أنه وقت أنا عم بعبر قدرت عبرت وثقبت وزبطت، انه بحس عم بعبر عني وعنك وعن كل واحد. يعني هذا الحلو بالقصيد وبالموسيقى. انعرفت بجدل كبداية انت ومارسيل خليفة، فينا نعتبر انه النقلة النوعية بمسيرتك الفنية حصلت مع جدل او بالعمل المستقل بعدين حصلت النقلة النوعية بحياة شرب الروحانة؟ هي تراكم. كيف الواحد من هو صغير، يعني كان عمري 5 سنين، اجى المفتش من الدولة على المدرسة تيسأل كل واحد منا شو بده يعمل، وانا قلت رفعت ايدي وقلت موسيقي، بدي يكون موسيقي. ضحكوا تلاميذ وهو ضحك شوي، يعني المفتش لانه ما بعرف ليش ضحك يومتها، ما فيش الا المعلمي بالصف سكتتهم، يعني مش المفتش سكت التلاميذ، انه لانه اللي بيقول ده المهندس الحكيم الكذا الاستاذ انه موسيقي، انه شو موسيقي، يعني ما لها كيف بيصرفوها، يعني منا مهنة. بقى من هنيك ببلش المشروع بدون ما يعرف الواحد مشروع. هلا يمكن بعض الاحيان انه بصير بفكر وبيزعجني على فكره ساعات بفكر بمشروع، يعني ايام بحب اشلى حالي على اذا بدك على الاكسيون دغري، يعني على الفعل، انه بدون ما فوت خطط له ونظم له واطلع. بس انه للاسف مضطرين اغلب الاحيان انه كمان ننظم ونفوت بمشاريع. بقى مارسيل، الشغل مع مارسيل كان اكيد اذا بدك دفش كبير لقدام، بالمعنى أنا مبلش معه كان عمري يمكن 8 سنين 9 سنين بعمشيت، يعني قبل الحرب اللبنانية أصلا. مارسيل كل اللي حواليه بده يجبرهم أنه يفوتوا بجو الموسيقى، يعني إنشاؤه أم أبوه. أنه بالنهاية شخص هالقد مهم بالعائلة، يعني أكيد رح يكون له تأثير كبير، دون أن نهمل أو نترك التأثيرات الأخرى الكبيرة كمان اللي حصلت، أو إن كان على الصعيد الشخصي العاطفي المهني الوطني تأثيرات الموسيقية الأخرى، يعني ما هذا فيها المخزون بالداخل ما بتعرف كيف بيتكون وشو بيطلع. يعني لو بيعرف الواحد إنه كيف بيتكون بيعرف كيف يتكون، يمكن بيقدر يعمل أناليز بيوصل، بس كيف يطلع هذا ما بيعرف الواحد. لو بيعرف كان لحق على بند، بيقولوا انه عطول في انتاج بيكون. رح ناخد اتصال هلأ من صديق كتير مقرب من شرب الروحانة، هو محامي ما كتير له علاقة بالفن انما هو مستمع جيد. حاتم الديب، اهلا وسهلا فيك عبر برنامج عغير موجة. مرحبا، اهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك يا هلا يا هلا. مرحبا. أهلا وسهلا فيك يا أهلا أستاذ شربل. أهلا يا هلا. شربل حب إنه أنت تكون معنا اليوم، يمكن أنت بتعرفه أكثر من غيرك. شو بتعرف عن شربل الإنسان ويلي نحنا ما بنعرفه عنه؟ نحنا بنعرف إنه هو كتير متواضع، كتير خجول، بس بنفس الوقت حدا كتير مهضوم على المسرح. أنت شو بتعرف عن شربل الصديق؟ شربل روحانا بالنسبة لي الإنسانية عنده أمر كتير بيعنيني وبيهمني. غالبا الإنسان بمجتمعنا ما بيتعرف على فنانين كتار، ولكن معرفته بتكون سطحية. إذا جذب بيفوت عليهم بالعمق يمكن بيكتشف أنه لا والله فنهم أحلى، فنهم أحلى من مزاجهم الشخصي أو تصرفاتهم الإنسانية بالحياة. أنا بالنسبة لي شربل روحانا هو إنسان كتير مهم وصديق صدوق، ودائما بس ينطلب مني احكي عن شربل ببعض المقابلات معينه بستشهد ببيت قاله حكيم، بيقول سئل حكيم ما الصديق فقال انسان هو انت الا انه غيرك. مثل لي شربل روحانا في توأمه انسانيه بيني وبينه، النواحي الانسانيه كثير مهمه عنده، متواضع، محدث لبق، بالاضافه الى فنه اللي انتم بتعرفوه. شو هيك أكتر معزوفة أو ربما أغنية عملها شربل أنت بتحب تضلك تعيدها وتكررها؟ أنا بحب سلامي معك مثلا، بضل عيدها. ممتازة. أنت شو بتحب؟ كتير حلوة سلامي معك، كتير حلوة. أنا بحب له من بين المعزوفات بحب له كتير 13 تموز، لأنه فيها عود كتير حلو، فيها دخلة للعود مميزة ورائعة، وأنا كان لي هيك حظ كتير أن يكون معه ب أغلب تسجيلاته باستوديو، خاصة تسجيلات الموسيقية، فكانت قطعة كتير حلوة بالنسبة لي لما كنت اكتشف مع شربل انه قديش هالجملة هي حلوة وقديش رح يكون لها وقع عند المستمعين. نيقة بالشغل ولا وقتها بيكون عم بيسجل وباستوديو نيقة ولا؟ أكيد 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 وقت يكون بالاستوديو عم بيسجل كنا نكون نحن بالكواليس عم نسمع، وبس تخلص نبلش نسمع تركيبة الجملة أو الجمل الموسيقية وننبسط هيك لما نحس انه في شيء استثنائي هون عم بيطلع ورح يكون كتير مهم بالنسبة للناس. السيد حاتم الديب بدي اشكرك على هالكلمات الحلوين، وما بعرف شربل اذا بتحب تقول شيء لصديقك. لا يعني حاتم، يعني هاي الصداقة الحقيقية انا وياه بعتبرها، لانه بيقطع ايام كتير ما في لا تليفون ولا كلام ولا سلام ولا شيء، بس بعرف باللحظة اللي بدي امسك التليفون او باللحظة اللي بدي اشوفه كأنه ما انقطعنا. هذه بحسها مع كتير 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 ناس قلال، يعني ما يعني، وعادة بتشوفي الشخص او بترتاحي وقت بتشوفيه او بتعطي الهام. حاتم بالفعل انه في هالتوأم اللي حكي عنها انه برتاح كتير وقت بشوفه وتبعد معه، يعني بحس حالي عم بحكي حالي، عرفتي كيف؟ على طريقة شربل اللي كان من وضعك من قلك سلامات. شكرا شكرا. وأنا بحييك وبحيي صوت لبنان وتحية لشربل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلي مع إنه ما في حكي ولا حتى في بكي، في قلوب فيها الوجع وانت السفر والشوق. انا سلامي معك، سلام قبل الحكي، سلام بعد الحكي، سلامي إلك مع انه ما في حكي ولا حتى في بكي، في قلوب فيها الوجع وانت السفر والشوق. أنا سلامي معي، شربل كيف بتقدر تتأقلم وتستمر بالفن السائد اللي ما هو فن؟ يعني ما بعرف ليه بيسموه فن. انه كيف بدي استمر انا واشتغل يعني؟ ما بتزعجك هيدي الموجة اللي ما بتشبه شيء؟ طيب ما هو شو بعرف، ما بعرف اعمل غير شيء، يعني انه خلقان وعايش وبحب هيك اللي عم بعمله، مبسوط فيه كتير. بضل انه اكيد بحب اطمن لبكره، بس
يعني ما بتفرق معي شو عم بيصير هلا على الساحة الفنية، انه ما انا يمكن مش قادر غير، انا ما عندي لا شركة اذا بدك مقابلة ولا سلطة فعلية على الارض، ولا اني وزير، ولا اني عندي كونسيرفاتوار، لا حارب، ومش شخصيتي حارب بالقوة يعني، عرفتي كيف؟ بس انا بقول انه بدي اشتغل اللي عم بيشتغله ومبسوط فيه، بيهمني بس كون انا على صعيدي الشخصي كون مطمن لبكرة اكتر بالمعنى المادي عم بحكي، عرفتي كيف؟ وبشتغل موسيقى وبالطريقة اللي عم بشتغلها وماني ندمان ولا لحظة يعني، وغيري صحتين على الأقل أوقات بنقهر يعني كيف عم يشتغلوا هيك، يعني ما بحب إذا بدي المشهدية الفنية تكون هيك إنه كله عم بيصير بيشبه بعضه، أول شيء بالمقدمات الموسيقية، بالنصوص، بالتوزيعات، بالمقامات المستعملة اللي هو قد يكون محصور بمقام واحد اسمه الكورد يعني، عرفتي كيف؟ وتركين كل بقية المقامات. بس أنا برأيي الحرب بالقوة ما بتودي لمحل، بخصوصي بهالمجال، ما هو الفن هو يعني بده مساحة من الحرية، إذا الحرية بديها لألي كمان لازم يكون غيري عنده إياها، ولكن الاستئثار بنوع معين من الفن لأنه له عليه بالمصاري وقديش في شركات إنتاج وراه وقديش هو سهل، ما بيخلي الشخص كتير يفكر يعني، حتى الغنية العاطفية بسلامي معك الواحد يفكر شوي، حتى في الأغاني الاجتماعية بدها تفكير، حتى المقطوعة الموسيقية بدها كتير تفكير، وكأنه مش مطلوب هالقد يكون في تفكير يعني، أنه يخلي أنه شيء سهل يمشي، عرفت كيف؟ بالأعراس وبالمناسبات وبالطقش والفقش. بس برجع بقول أنه الحرب بتكون بشكل غير مباشر، بشكل أنه الواحد يضل يطلب من حاله وما يخلي هالموجة تغيره. بس وكأنه في ناس عم بيحاربوا فعليا كرمال موجة أفضل من الموجة السائدة، يعني عم نشوف أنه اليوم شيئا فشيئا الموسيقى البديلة والفنانين الشباب اللي عم بيحاولوا يصنعوا شيء جديد عم يقدروا يطلعوا من القمقم إذا جاز التعبير. بتوافقنا الرأي؟ عم بتشوف هيك أكيد. فن بديل عم يطلع؟ أكيد، وهذا اللي عم بقصده، إنه المشكلة عنا إنه عم نشتغل بطريقة فردية، يعني الدعم يكاد يكون معدوم، دعم معدوم، عرفتي كيف؟ بتطلع بريم خشاش، بتطلع بأميمة الخليل، بتطلع بتانيا صالح، بتطلع ب يعني أحسن ما ننسى حدا هلأ، في أسماء عم تشتغل على صعيد لبنان وحابة تقول شيء مختلف عن الموجة اللي ماشي، بس عم نشتغل بشكل منفرد إذا بدك، يعني هو الإبداع منفرد، يعني الواحد إذا بده يكتب شغلة بده يعمل شيء ما بيتدخل حدا معه، هو وحده بده يحس شيء، بس بعدين لا بدك حدا معك، بدك إنتاج، بدك استوديو، بدك موسيقيين إلى آخره، بتعرفي عملية الإنتاج شو صعبة وشو. هلا أنت معك شركة إنتاج؟ لا والله ما يعني اللي قلنا فترة، لا الأعمال هلأ موقفي شوي، بس أنا ما في وقف يعني، أنا هذا اللي بدي أقوله، أنا يعني كنت عم بحكي عن تنشوف ويوم إلك ويوم عليك وكذا عمل أنا أنتجته يعني من اللحم الحي، يعني أنه في فكرة بدي أقولها. بعض الأحيان تسائب أنه مثلا سلامات خلصته، التقت شركة اللي هي صوت الشرق أنه سمعته وحبته، ولكنه أنا بورطة مادية لأنه كلف كثير مصاري، بس حبت الشغل وأخذته، أنا ما طلع لي شيء أكيد يعني كمصاري، ولكن على القليل صار في بطاقة هوية حلوة يعني، سلامات يلي وصلت للناس. بقى زيت شيء مشان مدى، زيت شيء مشان مزاج علني، بلش أنا بالشغل وبعدين يصير في الله بدبر. الله بدبر. بتطلع على العالم كتير يعني، شرب الروحانة أدهش اليابانيين مثلاً، أدهش الأوروبيين، هيدي الإطلالة على العالم ليه مش ممكن تصير بلبنان بالزخم نفسه يلي بتصير فيه بدول خارج؟ لا أدهش بتكون إلى ظروفها، يعني إن الواحد بيروح على اليابان بظروف معينة مثلا مع فرقة معينة، يعني ما أنه نعممها كتير، لأنه بس بلبنان بتعرفي في أولويات كتير، يعني قبل ما الواحد يحكي فن أوقات بستحق أنه أنا يعني بنسى أنه أنا فنان، عرفت كيف؟ بقوم كل يوم الصبح بذكر حالي أنه أنا موسيقي، قد ما في كتير اشياء انه ما حدا فيه اذا هيدا موسيقي ولا هيدا شاعر ولا هيدا رسام ولا بدي شغل عزيت كتير، انه ميني انا شو جاي اعمل، يعني انه انا ما بعرف اعمل شيء وما بدي اعمل شيء الا بالتوجه اللي اخدته من انا وصغير، وما بدي اخون هالتوجه، يعني ما بدي الحياة تخدني لمحل ما بيشبهني،
ويمكن في كتير أمثلة بالدنيا يمكن الحياة أخذتهم لمحلات بعلمها دارس محاماة عم بيعلم بصير تاريخ أو جغرافيا مثلا أو معه 7 شهادات ما بيلاقي مثلا. قبل ما نختم للأسف يعني خلصت الحلقة بسرعة كتير طولنا عليك اليوم بالعكس أنا كتير مستمتع شربل. كان في مشروع على كونترباس فواياجوز اللي بعده يمكن عم ينشغل, شركت بمهرجانات بيت الدين, كان لك إطلالة بالبترون, شركت أيضا بوركشوب بالولايات المتحدة, وهلأ من فترة كانت بالأردن. المشروع المقبل مع خيك الشاعر بطرس روحانا والممثل أيضا عمل عن الحب, خبرنا عنه أكتر إمتى وشو فحوه. عم نحضر لحفلة رح تصير بالجامعة الأمريكية بالأسامبلي هول ب 18 أكتوبر 18 تشرين الأول بدعوة من بروغرام زكي نصيف, وعنوان العمل اسمه وصفه للصبر, وبيحكي عن الحب بحالاته المختلفة اللي فيها انسجام واللي فيها كره واللي فيها حب غير كل شيء كل شيء كل يعني بيصور حالات الحب المختلفة. كاتب بطرس أغلب النصوص وأنا شاركت ببعض الأشياء, في قصيدة كمان لجيرمينوس جيرمينوس. يعني رح يكون بعد عمل مختلف لأنه ما رح يكون بس حفلة موسيقية, رح يكون في تداخل سمعي بصري, رح يكون في علاقة مع الشاشة, الناس بتفوت على الشاشة وبتطلع من الشاشة, وفي تصوير قبل لأنه رح يكون, وفي تداخل يعني بين الشاشة والمسرح والناس. بقى هيدا أنا جديد المشروع علي أنا وعم نعمله بهالظروف هيدي اللي كنت عم بقلك من شوي أنه أوقات الواحد بينسى أنه بينسوه شو جاي يعمل. بقى هو في إصرار أنه الواحد يضل ما يشوف الناحية الرمادية بالأمور بقى, ولكن يشوف الزهر باللون اللي بيحبه باللون اللي بيحبه يعني عرفتي كيف بقى, لأنه إذا بترك حالي شوي دغري بروح على الأخبار أكيد يعني عرفتي كيف, وبسمع شو عم بيصير وبتابع شو عم بيصير وبطل بقدر أكتب نوتة واحدة. على أمل أنه الظروف الأمنية بلبنان والمحيط تسمح بإنجاز هذا العمل وأعمال أخرى كتيرة وألبومات نحن بانتظارها. بدي أشكرك شربة لروحانا على حضورك بعغير موجة, وإن شاء الله إلى لقاءات قريبة. شكرا وميرسي لاستضافتكم. شكرا. بدي أشكر بالنهاية المخرج مارون الخوري يلي عم يتحملنا دايما وعم بحط لنا أغنيات جميلة. شكرا مارون. شكرا مستمعينا, بلتقى فيكن الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من عغير موجة. اسمع تفرح جرب تحزن. اسمع تفرح جرب تحزن. عم تاكل عم تشرب بأي مطعم كن, مندقلك منغنيلك ومنسهر نحن وإن. يلي عم تاكل عم تشرب بأي مطعم كن, مندقلك منغنيلك ومنسهر نحن وإن. مني الأكلات زاد والغنيات زاد حتى السميع زاد لشو التغيير. مني الأكلات زادوا والغنيات زادوا حتى السميع زادوا لشو التغيير. عغير موجة.